بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس العاشر بعد المئة الثانية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال الشيخ رحمه الله في نفي ما يدعونه من المجاز في القرآن، قال: وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس في شيء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة. ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجاز وذكروا ما يشهد لهم، رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. قالوا: والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان، فاستعمالها في ميل الجدار مجاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة، يقال: هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك. واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا، فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول يلزم المجاز، وعلى الثاني يلزم الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها. وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة، وهو في ميل الحيوان مجاز، لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان، لكن يستعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان. وهنا استعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الجماد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا آخر لما ادعوا أنه مجاز في القرآن، وهو قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن من الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم، واللباس بما يلبس على البدن، وإنما استعير هذا وهذا، وليس كذلك. بل قال الخليل، يعني الخليل ابن أحمد الإمام في اللغة، قال: الذوق في لغة العربي هو وجود طعم الشيء، والاستعمال يدل على ذلك. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وقال: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال: فذاقت وبال أمرها. وقال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا عذابي ونذر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي بعض الأدعية: أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به، ويوجد ألمه أو لذته. فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون في الفم تحكم منه، لكن ذاك يعني الذوق بالفم مقيد، فيقال: ذقت الطعام وذقت هذا الشراب، فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم. وإذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنه أو بظاهره، حتى الماء الحميم يقال ذاقه، فالشراب إذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده. وأما لفظ اللباس فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويتلبس به. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير.
وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومنه يقال لبس الحق بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز. فالجوع الذي يشمل ألمه جميع الجائع بدنه ونفسه، وكذلك الخوف الذي يلبس البدن، فلو قيل فأذاقها الله الجوع والخوف لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع، بخلاف ما إذا قيل لباس الجوع والخوف. ولو قال فألبسهم الله لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل، من حيث أنه يعرف أن الجائع الخائف يألم، بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف، فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤلم. وإذا أضيف إلى الملذ دل على الإحساس به، كقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا أنه سمي باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا، كما قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف فكاد له كما كادت إخوته، لما قال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال تعالى: ومكروا ومكرنا مكرا، وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم، كما روى ابن عباس أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق، فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وبهذا القدر تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.